نرحب بحضراتكم من جديد، وخلينا في البدايه نبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ومن اهمها، وزاره الداخليه اقامت امس شعائر صلاه عيد الاضحى المبارك بمراكز الاصلاح والتاهيل للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين لمشاركه النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئه لهم. كمان امبارح صندوق تحيا مصر اطلق مبادره اضاحي لتوزيع اللحوم على الاسر الاولى بالرعايه في كافه محافظات الجمهوريه، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بتكثيف جهود صندوق تحيا مصر في مجال الحمايه الاجتماعيه ودعم الاسر الاولى بالرعايه. تفاصيل واخبار اكثر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. وزارة الداخلية أقامت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة ليهم، بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري. امبارح، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لصندوق تحيا مصر بتكثيف جهوده في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، أطلق صندوق تحيا مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك مبادرة أضاحي لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، إيماناً بأهمية توفير احتياجات الأسر خلال موسم العيد. وبتعد مبادرة الأضاحي من صندوق تحيا مصر لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية نموذج رائع لقيم التكافل الاجتماعي، كما تسلط الضوء على أهمية دور المجتمع المدني في مد يد العون للأسر المستحقة ودعمهم في مختلف الظروف، خاصة خلال المناسبات الدينية. امبارح، وفي إطار الحرص على استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة عيدك أحلى بدون دخان للعام الخامس على التوالي لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وأيضاً توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي بالميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة. تهدف المبادرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضاً توعية الأطفال بأضرار التدخين خاصة التدخين السلبي، مع تجنب وجود الأطفال في الأماكن اللي بيتواجد فيها المدخنين ورفع وعي الأطفال بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وحيث يجري تنظيم فعاليات المبادرة طوال أيام العيد.